كل هالاصوات هيدا الدليل الواضح انه ريا شو هو شو كتير رائع. بين كل البرامج ريا شو هو ارقى شو. ما انتبهتوا على الكلام؟ طبعا مش معودين، بس بلندن كلهم بيلعبوا على الكلام. كمان في لعب على الكلام هوني، نحنا هون ما فينا نعمله. هونيك التبديع. وعسيرة التبديع، وقبل ما نكمل قفرات برنامجنا، بحب وجه تحية كبيرة للإنسان يلي لولا ما كنتوا هلأ عم تستمتعوا بهالبرنامج وكنتوا محتارين شو بدكم تحضروا. شخص يلي كل عمره اهتمامه الأول والأخير إنه يخلي الحياة تمشي نحو الأمام، الأستاذ مهيب. أنا بدبرك دافع فوقي وتحتي حتى طلع اسمي، وأول ما طل بسموني مجيب. مجيب مجيب إيه؟ أستاذ مجيب. مهيب. أستاذ مهيب تفضل. أهلا وسهلا فيك ببرنامجك. منحب نعرف شو اللي خليك تقدم على مغامرة من هالنوع وتنتج هالبرنامج المكلف. مكلف؟ منين مكلف؟ ما كلنا جايين ببلاش. ايه بس في هدايا. ايه تذكرة سفر بيتي وذهب خالص. بالواقع جود جود مودي 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 بصراحة بليز بالواقع. ايه بالواقع بصراحة منخليها للسؤال التالي. يس بالواقع أنا من زمان معلق بالفن، وبعتبر انه اذا كانت الحياة سيارة فالفن هو البنزين. بنزين 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 بنزين. اما البرامج الحلوة نضيفي فطبعا هي مثل الغسيل، لانه اذا ما غسلتي السيارة كل فترة فبتاكلها الغبرة. طيب ليش هالبرنامج؟ ليش اريا شو؟ هلا بصراحة ما هيك؟ نعم. بصراحة كنت ناطر حدا يجي من برا، شاغل برا لحتى يقدم هيك برنامج، لأنه إذا بقدر أقول ما بعرف شو؟ إذا بتقدر تقول إنه ما بقدر؟ ما بعرف أنت بتقدر؟ نجرب قول. إذا بقدر أقول برامج الألعاب عنا صارت بدك تقولي لا. شو لا؟ لا أنا ما بدي أقول شيء. ليش؟ ما أنت يلي عم تحكي. برامج الألعاب عنا يعني ما بعرف إذا فينا نقولها. وأنا ما بعرف فينا نقولها؟ أنا فينا نقولها. شو من ربحه لنقولها؟ بون جسيل مهتا ماشي المضيف. خويشة مهيب ناوي تفتح محطة؟ محطة شو؟ تي في. هلأ منكتفي بالإنتاج وبعدين منشوف. الله يقويك. سؤال الأخير، شو محضر لنا مشاريع حد ريا شو؟ في عنا بالحقيقة صار دور بالحقيقة. بالحقيقة في عنا مشاريع بتتجاوز حدود المحلي، لأنه هلأ صرنا بعصر الفضاء، والمنتج اللي بده يلحق التطور لازم شو؟ ما تجاوبه يسطل. عفوا؟ يس يسطل، كلنا لازم نسطل نطلع ساتلايت. برافو برافو. تربحي معنا ديش ماركة تيكي تام تام، هذا خصوصي للدانس. شو بكي؟ ديش تيكي تام تام ديش تيكي تام. كنت انك ديه. تانكس. ومنشكر الخواجة مهيب على هاللقاء المميز هيدي بعد ما قلناها، وعلى
البرنامج العدس. شو هيدي؟ العدس انه جديد. الحدث البرنامج الحدث يس. وقفة مع الإعلان وبنرجع من بعدها لبرنامج أريا شو. يلا يلا